نحن نعتقد أن المذاهب الإسلامية في هذا العهد الذي هو عهد الانفتاح، عهد الانغلاق، ولا عهد الانغلاق انتهى. إذا كان للانغلاق في عهود ما يبرره، الآن بعد ماكو شيء يبرر الانغلاق والتقوقع على الذات. في هذا العهد الذي هو عهد الانفتاح، المذاهب الإسلامية ينبغي، يجب أن تنفتح على فقه الإمام الصادق. على الأقل مقارنة بين هذا الفقه وهذا الفقه، مقارنة حتى يعرف أن أي فقه وأن أي مذهب، الآن ماذا نتكلم في الإطار الكلي، لا في إطار المفردات، كل مفردة من هذه المفردات أيها أقرب إلى الواقعية؟ هنالك عقد في الحياة. الفقه يجب أن يحل عقد الحياة. الفقه الذي لا يتمكن أن يحل عقد الحياة كيف ينظم الحياة؟ هل في كل مفردة من المفردات فقه الإمام الصادق أقرب على حل عقد الحياة أو فقه الآخرين؟ بغض النظر عن قضية الإمامة، بغض النظر عن قضية النص الإلهي، الآن مو كلامنا في الإمامة ومو كلامنا في النص الإلهي، أي فقه أقدر على حل مشكلات الحياة؟ قبل فترة غرقت باخرة في مصر وغرق مجموعة، وحدثت هنالك مشكلة قانونية كبيرة في مصر لا أريد التطرق إليها الآن. أي فقه لم يستطع أن يحل عقدة هؤلاء الغرقى؟ وبالنتيجة اضطرت المحاكم أن تحل هذه العقدة عبر فقه الإمام الصادق صلوات الله عليه. شبابنا اللي يرحون إلى بلاد الغرب يعيشون 4 أعوام، 8 أعوام، أكثر أقل، يعانون هنالك عقد. أنت ما يمكن تجلس في الغرفة المغلقة وتفتي بفتيا، كيف تحل هذه العقدة؟ الشباب اللي يعيشون في بلاد الغرب يعانون عقد، أي فقه لا يستطيع، نستطيع أن نقول بجزم، أي فقه لا يستطيع حل هذه العقد إلا فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق، الذي نعتقد أنه فقه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من جانب. من جانب ثاني، أي فقه هو الأقرب إلى القرآن الكريم؟ أي فقه أقرب إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في كل مفردة من المفردات يجب أن يبحث الفقه المقارن، أصول الفقه المقارن،